بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بالخير والبركة، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة من برنامج الشورى. أحييكم من تحت قبة مجلس الشورى، وأتشرف بأن أكون متواجدة في هذا الصرح الكبير، وأيضا أتشرف أكثر بضيفاتي الكريمات اللي هم نخبويات من بنات الوطن الحبيب، يعملون في هذا المجلس بكل دأب لدفع عجلة التنمية في المملكة العربية السعودية، هذه العجلة التي تنمو الآن بشكل رائع وتدور بشكل احترافي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله ويرعاه. طبعا المرأة إلى جانب شقيقها الرجل يدا بيد لدفع عجلة التنمية في بلادنا الحبيبة. اسمحوا لي أن أرحب بضيفاتي الكريمات، الدكتورة فردوس الصالح وهي أستاذة الفيزياء النووية التجريبية وعضو لجنة هيئة حقوق الإنسان والجهات الرقابية في مجلس الشورى. حياك الله، أهلا وسهلا. الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وأسعد الله مساءكم بكل خير. الله يحييك. حياك الله في مجلس الشورى. الله يحييك. مجلس الشعب. الله يحييك. صوت الشعب. الله يحييك دكتورة. وأيضا اسمحوا لي مشاهدين الكرام أن أرحب بضيفتي الثانية، الدكتورة فاطمة القرني وهي نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والتراث والسياحة في مجلس الشورى. حياك الله دكتورة فاطمة، أهلا وسهلا فيك. الله يحييك، وسعيدة بتواجدك هنا، وأنت كنت من يعني الموازيات لحراك المجلس من البداية. أتمنى بالفعل أن يكون ردود الفعل على مدى الخمس سنوات الماضية قد اتضحت الصورة فيها بشكل إيجابي لوجود المرأة في هذا المكان إن شاء الله بإذن الله. طبعا اليوم يعني أنا كل سعادة بأمانة أني أنا في هذا المكان العظيم، وأيضا مع يعني عضوات فاضلات قدروا أنه يضعوا بصمة في مجلس الشورى، وخاصة أن كنا من الدورة السابقة، هذه هي الدورة الثانية لوجود كنا في المجلس. دكتورة فردوس، لو بدأت مع حضرتك وحبيت أنك تعطي المشاهدين، دائما المشاهدين والمشاهدات يكون لديهم الفضول في معرفة الآلية، في معرفة المطبخ يعني لو جاز التعبير، مجلس الشورى كيف آلية العمل أنتم تحديدا كعضوات؟ يعني للأسف أنه إحنا أحيانا نواجه بعض الأصوات بأنه تقول لك لا مجلس الشورى هو مجرد مجلس تنفيذي، مجلس. أنا ودي تعطيني الفكرة الكاملة عن آلية عمل مجلس الشورى وآلية عمل المرأة في مجلس الشورى لو سمحتي. يسعدني ذلك في أنه ألقي الضوء على عمل مجلس الشورى. قبل أن نتحدث عن مجلس الشورى وما يتم في داخل مجلس الشورى السعودي، لننظر إلى المجالس البرلمانات ومجلس الشورى عضو في البرلمان العالمي. ولم يصبح عضو في المجلس في البرلمان العالمي إلا لأن عمل جميع المهام المناطة في البرلمانات، بالبرلمانات على مستوى العالم. فهي ثلاثة أدوار لابد أن يقوم بها، اللي هي المراقبة، والدور الآخر اللي هو النظام، والدور الثالث اللي هو تمثيل المجتمع. عندما ننظر إلى مجلس الشورى، مجلس الشورى بالنسبة لأول دور له أو أول وظيفة اللي هي المراقبة. في الحقيقة ترد إلى المجلس تقارير جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات حسب التوجيه الملكي إلى مجلس الشورى، ترد إلى معالي الرئيس وتحال مباشرة إلى اللجنة المعنية. في اللجنة المعنية ما يراه المشاهد في الحقيقة يرى فقط الجلسات النهائية تحت القبة، ولكن في العمل الأساسي هو داخل اللجان، وكل لجنة مختصة بعدة تقارير ترد لها، تبدأ بقراءة هذه التقارير وتضع عليها الملاحظات، فإذا رقابية، وتقابل المسؤولين في الجهة المعنية، وتحاول أن تستفسر منهم عن النقاط الغامضة التي موجودة في التقرير، وتضع توصيات، وذلك بالاتفاق بين اللجنة المعنية. قد يكون في داخل اللجنة فرق للعمل لكل تقرير معين.
بعد ذلك يقوم رئيس اللجنة برفع التقرير إلى رئيس المجلس وتحال إلى الهيئة ثم تبرمج في داخل جلسات المجلس. نعم. وللجميع الحق في المداخلة على هذا التقرير وعلى التوصيات ما عدا أعضاء اللجنة، لأن سبق لهم أن تحدثوا في خلال اجتماعهم في اللجنة. ممتاز، جميل، تمام. ويبدأون في قراءة هذه التوصيات وقد يضيفون لها توصيات أخرى وتعود بعد ذلك إلى اللجنة وتقرأ هذه التوصيات وتحاول أما أن تأخذ بالتوصيات الإضافية أو تعدل في توصياتها وتقدمها مرة أخرى ويتم التصويت عليها. فإذا أخذت أكثر من مرحلة. ممتاز. هذه مرحلة اللي هي المراقبة. صحيح. الوظيفة الأخرى اللي هي التشريع. التشريع عندما ننظر إلى التشريع نلاحظ أنه جميع القوانين أو جميع الأنظمة لابد أن تمر على مجلس الشورى وبالتالي لابد أن يقرها، وقد يكون هناك اختلاف بين رؤية المجلس ورؤية الحكومة ويعاد إلى مجلس الشورى وتبدأ اللجنة المعنية في قراءة الاختلاف، هل توافق عليه أم تصر على رأيها؟ وقد تصر على رأيها ويرفع. نعم. وفي الحقيقة يؤخذ في رأي المجلس. ممتاز، جميل. نعم. الدور الثالث اللي هو تمثيل المجتمع، عندما نرى بالنسبة إلى مجلس الشورى نلاحظ أن جميع الجهات في المملكة ممثلة في مجلس الشورى، جميع المناطق، جميع الأعمال، قد يكونون أكاديميين رجال أعمال من المؤسسات الغير ربحية، جميعها متواجدة في مجلس الشورى. إذن الثلاث أدوار موجودة في مجلس الشورى. نعم، اللي هو الدور الرقابي والدور التشريعي وتمثيل المجتمع. طيب. وهذا اللي يعني أكد على أن تكون مجلس الشورى عضو في البرلمان العالمي. ممتاز. فما يشاهده المشاهد هو فقط الجلسات. نعم. الشيء الثاني أنه مع الأسف في خلط بين أعمال مجلس الشورى وبين العمل التنفيذي. التنفيذي ليس من أعمال مجلس الشورى. مجلس الشورى هو شورى. نعم. هو نعم. شورى يرسل بتوصيات يرفعها للمقام السامي. صحيح. وبالتالي بموافقة المقام السامي تحال إلى الجهة المعنية لتنفيذها. نعم نعم، واضح، يعطيك العافية. طبعا هي يعني لما ذكرت، أنا حبدأ من نهاية الحديث عند الدكتورة فردوس بالدور الثالث لدور لمجلس الشورى الموقر وهو تمثيل المجتمع. نلاحظ دكتورة فاطمة بأنه ما شاء الله يعني هناك تنوع واختلاف في أعضاء مجلس الشورى من حيث يعني خلينا نقول الميول الفكرية لديهم، أو أيضا هناك اختلاف في بعض المذاهب لأعضاء وعضوات مجلس الشورى الكرام. نتحدث الآن يعني عن توظيف آلية توظيف هذا التنوع والاختلاف لخدمة المصلحة الوطنية. هذه نقطة مهمة جدا وربما أيضا الحاقة لكلام الدكتورة وهي في نفس المخاض. ما يخص الجانب التمثيل ليس في تمثيل المناطق في داخل المجلس ولكن تمثيل المملكة خارجيا مع من خلال لجان الصداقة البرلمانية. كل أحد كل واحدة منا وكل زميل في 10 لجان برلمانية، كل لجنة تتعاطى أو تتولى التعالق بين السعودية وبين مجموعة من الدول نستقبلهم عندنا، نسافر إليهم أيضا مع المنظمات الأخرى، المنظمات البرلمانية لشرح وجهة نظر المملكة وأيضا للتصدي أيضا لبعض الحملات اللي تستهدف بها المملكة. هذا التمثيل إن كان في الداخل أو في الخارج لا يحتاج يعني المشاهد أو السامع إلا لنظرة عابرة للحظة حتى في الهيئات، يعني إنه واضح جدا إنه انتساب لأكثر من توجه فكري. نعم. توجه يعني حتى على المستوى المذهبي كما ذكرتي. نعم. حتى على المستوى الأكاديمي الثقافي المناطقي. في تمثيل بالفعل موجود، ولكن خليني أقول التحدي الحقيقي إلى أي مدى يتجرد كل واحد منا نسبيا من كثير من خليني أقول الفردانية قبل أن نصل للمجلس. نعم. ربما كان من حظي أنا أني كنت في المجال العام قبل أن أكون في المجلس كإعلامية ككاتبة كشاعرة كمعنية بالشأن العام. نعم. وبالتالي طلعت على يعني هذه المخاضات اللي تلتصق بالناس وقريبة منهم، وبالتالي
في أشياء كثيرة عندما تؤمنين بها أو تعززين لها أو تكتبين عنها وأنت خارج مرحلة صنع القرار، لا أقول أنك تتغيرين جذريا، لكن تأخذ لغتك منحى آخر، لأنك دخلتي كما قلتي قبل قليل المطبخ. هناك آليات يجب أن تتحرك في خلالها، ويجب أن فعلا بعض الأشياء اللي كنا نراها مثلا خلينا نقول أهداف قوية وطامحة، تفاجئين بما هو أعلى منها، وتفاجئين بأن هذه الأهداف ليست يعني تتخلين عنها، وإنما تغلبين ما هو أعلى وأعلى. وأنا قلت وأقول دائما كل من أعضاء المجلس السابقين والموجودين حاليا، مصدر الثقة التي نالوها مصدر واحد هي الثقة الملكية، وبالتالي صحيح. لا مزايدة على من هو وطنية أكثر. صحيح. وبالتالي يجب أن وهذا موجود الحمد لله في كل الأعضاء أكيد، وإلا لما وجد هنا. إلى أي مدى ربما أحيانا التعاطي الإعلامي يتجاوز بشكل أو بآخر، خاصة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح. ستجدين اللغة العاقلة والمتزنة تفرض نفسها، وأعتقد أنه إلى حد كبير أقول حتى لزميلاتنا للدورة هذه، إن لنقل المواجهة الأولى بين فكرة وجود المرأة للشهرة، وخليني أقول يعني صعوبتها نسبيا أو بعض المعاناة اللي عانيناها إحنا المبادرات فيها الرائدات في الموضوع، تجاوز الزميلات هذه المسألة، والآن لم يعد يسأل طبعاً المجتمع من قدم الرأي امرأة، من هل هي في المجلس، ينظر إلى الفكرة. ما هي الفكرة وأهميتها أو الموضوع أو المقترح. أود أيضا أن أستدرك في مسألة التشريع التي ذكرتها الدكتورة، أنه بقدر ما نحن نراجع أنظمة وتردنا ونعلق عليها، وقد يكون تباين مع الحكومة ويغلب في النهاية أحيانا رأي المجلس بعد النقاش، أن من أهم مؤثرات أو أدوار عضو المجلس أنه يستطيع أن يقترح تغيير نظام، أن يقترح نظام كامل أو يعدل في نظام. وكانوا سابقا الاشتراط أن لا يقل عدد مقدمي النظام عن 10 أعضاء. حاليا بإمكانك كعضو واحد أن تقدمي نظاما متكاملا، ويذهب إلى اللجنة المختصة تعالجه ويعرض على المجلس وينظر فيه. وأكيد المتابعين إعلاميا لاحظوا هذا. نعم، لديك تعقيب دكتورة على الموضوع؟ أنا ودي بس أعقب على ما تفضلت فيه الدكتورة على أساس الزيارات الخارجية أو استقبال الضيوف. في الحقيقة هذه طبعا أحد الأمور، أنه اللجان عندنا نوعين، اللجان الخاص المتخصصة واللجان البرلمانية. في أيضا موضوع مهم جدا اللي هو زيارة المناطق. نعم، زيارة المناطق أهم الزيارات اللي يقوم فيها المجلس، وبحيث أنه يختار في خلال هذه الزيارة عضو من كل لجنة، يعني عضو من اللجنة التعليمية، من الصحية، من الإسكان، من تقوم بزيارات ميدانية، في النزيه ميدانية لمنطقة. طيب، لمنطقة إيش اللي تركزوا عليه أو إيش اللي تحاولوا تشاهدوه؟ نعم، لو سمحت. زيارتنا لهذه المناطق نستطيع أو نحاول أن احنا نجتمع مع المجلس البلدي للمنطقة. فأنا لما أدخل مع المجلس البلدي وزيارة مثلا إلى المستشفيات، زيارة إلى المدارس، زيارة إلى المشاريع هذه، زيارة إلى الطرق وماذا تم فيها. فبالتالي الشخص أو العضو المعني في اللجنة يستطيع أن يدون الملاحظات، وبالتالي عند ورود تقرير مثلا التعليمية للجنة التعليمية والبحث العلمي، وأحد الأعضاء كان في منطقة سين من المناطق المملكة، يبدأ في أنه يكتب ملاحظاته عن هذه المنطقة، ويحاول أن يوضع توصيات تخص هذه المنطقة. كذا أنا مو فقط عندي أنا الزيارات الخارجية، زيارات الخارجية مهمة بدون شك، واستقبال الضيوف الخارجيين، لكن أيضا زيارات المناطق أنا أعتقد هذه من أهم الأمور التي يعني فيها المجلس، لمعرفة احتياجات المواطن. أنا أمثل المواطن. نعم، يعني المقام السامي عندما وضع هذا المشروع الضخم هو لأجل أن يكون صوت المواطن أو صورة التي تعكس ما يتطلبه المواطن وما يحتاجه المواطن. طيب، حندخل أكثر في هذا التفصيل، ولكن اسمحي لي بما أنه حضرتك أعطيتيني تعريف جميل جدا عن المجلس وعن آلية العمل. هناك من يقول بأنه مجلس الشورى يختلف عن البرلمانات العالمية الموجودة، فكيف تردين على ذلك؟ أنا أعتقد أنه خلال إجابتي السابقة لو كان في اختلاف
لما أصبحت أنا عضو في البرلمان العالمي، صح ولا لا؟ صح. هذه يعني أنا ما يخالف، أنا شوية إلى يعني حد معلمية، فأنا مدام أني أنا أصبحت أركز لك على النقطة اللي أنا أبغى أصل إليها، بأنه بعض للأسف حتى أحيانا مغرضين، مو شرط من الداخل من الخارج، يقول لك أنه ما فائدة مجلس يعين، والفرق أنه مجلس الشورى هو يعين، يعني زي ما تفضل الدكتورة ثقة ملكية، طبعا يختاروا بعناية، مو الكل يدرك هذا الشيء للأسف الشديد، ولكن عندما يقارن ببرلمان خارجي يقول أن البرلمان منتخب ومجلس الشورى معين. حتى يكون الواحد في وضوح، ليست كل جميع البرلمانات معينة، في عندي مجالس الشورى ممكن أن تكون تعيين، نعم، وأنا مجلس شورى وليست برلمان. نعم. وأيضا حتى لو نرجع إلى البرلمان العالمي، نعم، اللي هو الثلاث أدوار، اللي هو تمثيل المجتمع، فيه نص على أساس حق لكل دولة أن تختار الطريقة التي تعمل بها. ممتاز. هذا اللي أنا أبغى أوصله للمشاهدين. أي نعم. وبعدين هذا لا يعني أنه قد نكون إحنا في المراحل الأولى. صحيح. هذا ما ولكن أقدر. أنت أنا كمجلس شورى تعمل عمل البرلمانات بأنك عندك ثلاث مهام رئيسة، اللي هي الرقابي والتشريعي وتمثيل المجتمع، وبالتالي يعني أكثر من ذلك أتوقع، يعني هذا هو المجلس الرئيس أو البرلمان الأساسي، أو هذا هو الفحوى، أو هذا هو الهدف الرئيس من وجود مجلس الشورى. عفوا، بالنسبة إلى حتى بالنسبة للتشريعي، نعم، أنا في قراءة التقارير ووضع التوصيات هذه تشريع طبعا وليست رقابة فقط، فيعني أنا التشريعي مو فقط أنه أنا تجيني أنظمة وأبدأ قراءتها أو أني أقترح توصياتك، توصياتي أيضا توصياتي هي تنظيم أو بإلغاء نظام، صح، أو بإضافة فقرة معينة، فأنه هذا كله تشريع. نعم، هذا هو الدور التشريعي. في نفس السياق لو سمحت، في مجالس المناطق طبعا كان الإجراء التزاور بين المجلس ومجالس المناطق بناء على يعني أمر من الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله وزير الداخلية سابقا، وكان فعلا رأى فعلا أهمية بالرفع التشاور مع المجلس، أهمية لأنه زار المجلس وأقر هذا الأمر في أثناء زيارته. عندما نذهب للمناطق يلتقي بنا الـ يعني مجلس المنطقة نفسه برئاسة أمير المنطقة، ويعرضون فعلا أهم إشكالات المنطقة، ومن ثم ننطلق، وهناك جدول أعمال نزور فيها معظم خليني أقول الجوانب التنموية في المنطقة، صحية، اجتماعية، بزيارات ميدانية، نعم، ولقاءات، نعم، بما في ذلك المجلس البلدي. نعم. أمر ثاني أنه مثل ما ذكر من مصادفات أنه اليوم بناء على زيارة مجلس منطقة تبوك، قدمت أنا توصية والحمد لله نجحت بالأمس، اليوم في جلسة الأمس. أمس. نعم. وكانت المنشأ التوصية أنه لما زرنا منطقة تبوك، وأنا يعني أصنف نفسي جنوب شمالية، يعني من الجنوب والشمال وأهلي لم يزالوا هناك، فمستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك، نعم، يعني من 1425 أنشئ كمعقد مشروع على أنه مستشفى تخصصي، نعم، واعتمد على أنه مستشفى تخصصي، نعم، ولكن بعد إنجاز المستشفى على المستوى التقني والمنشآت والتجهيز، لم يزل في وزارة المالية بتسمية مستشفى الملك فهد العام السابق اللي نقل إليه، نعم، فكان لازم تصحيح هذا الوضع لسبب مهم جدا. تبوك يتجاوز يعني يوازي يقارب عدد سكانها 1,000,000 نسمة، نعم، وفيها أعلى نسبة إصابة بالسرطان في أكثر من نوع، فيها نسبة كبيرة من إصابات الكبد والكلى، وفيها إشكالات أيضا في إصابات العيون، ويضطر الناس ما بين أمرين، إما يكونون عبء أو ثقل أو صعوبة في الذهاب إلى المستشفيات التخصصية في الرياض، مستشفى الملك فيصل التخصصي، وهذا أيضا عبء على الوزارة لأن في لها زور في التكاليف، وعبء على المرضى نفسهم. وأمر آخر، معظم أقولها لك صراحة، الناس في تبوك لديهم ملفات ثابتة في مستشفيات المملكة الأردنية للأسف، وبالتالي الإشكال أنه صارت الناس تطلع من مثلا راح أجرى جراحة في الأردن، وجراحة صعبة جدا، لا يتحمل التكاليف، فيعود وهو لم يبرأ تماما، أو بعض الأمراض الصغيرة
تحتاج متابعة وعناية مركزة تنتكس ممتاز. الحالة لما هو أسوأ. الحمد لله كان المجلس جدا رائع. احنا زرنا المستشفى في شعبان الماضي يعني قبل عام وشهرين من شعبان 1437، وبناء على الملف اللي هناك الحمد لله أقرت التوصية، وإن شاء الله أنا متيقنة من خلال ملاحقتي لحراك الوزير الربيعة أنه حتى مستشفى حائل كان يعاني مشكلة مشابهة مستشفى الملك سلمان بحائل وصحح الوضع أو التجاوز ممتاز. السابق اللي فيه. عندي أمل أنه أيضا، ودعيني أعود للأصل، أيضا المستشفى التخصصي في الجنوب الذي بدأ فيه ثم توقف أن يعني تبث فيه، خليني أقول في عروقه الدماء مرة أخرى إن شاء الله. ويعني يكتمل إن شاء الله، وأعد أني سأحرص على متابعة هذا الأمر إن شاء الله بإذن الله. بس أضيف فضلي نقطة بالنسبة لهذا الشأن، عندما تتوفر هذه الخدمات فإذا ستقف عندي أنا الهجرة إلى المدن، ولأن الهجرة هذه اللي قاعد تصبح إلى المدن أصبحت فيها تكاليف خدمية عالية. صحيح. وتلجأ الآن، وهذه وجهة رؤية المملكة، في أنه التوطين في كل مدينة. صحيح. وهذه بدأت في خلال مدن الصناعية في جميع مناطق المملكة على أساس أنه حتى يكون في عندي أنا توطين، وحتى يكون في عندي في نفس هذه المنطقة في الخدمات توفرها. نعم. لكن لما كلها المواطنين يلجؤون إلى العاصمة وإلى المدن الكبيرة حتزيد الخدمات، وما حتصبح في عندي أنا في المدن الصغيرة. صحيح. يعني يمكن هذا زي ما تفضلتي تركز عليه رؤية 20 طبعا 20-30 في التوطين طبعا وتوفير جميع الخدمات. أنا متى يصير عندي التوطين؟ إذا أصبحت عندي الخدمات متوفرة. صحيح، متوفرة، ما في داعي أني أتكبد. أنا أتحمل عناء سفر ومصاريف وتكاليف وعبء أيضا وضغط على الدولة، على الدولة في الخدمات المركزية الموجودة في المدن الكبيرة. طيب، ذكرت حاجة مهمة جدا الدكتورة فاطمة يعني من خلال شرحها لهذه التوصية التي أوصت بها وموافقة المجلس الموقر عليها، فتحت لي باب الآن بأنه يعني دور المرأة في مجلس الشورى ليس فقط دور خاص بقضايا المرأة. هناك من يعتقد بأنه وجود السيدات في مجلس الشورى فقط لمناقشة قضايا المرأة فقط لا غير، ولكن يعني ما شاء الله احنا من المطلعين وعارفين أهمية الجوانب التنموية بشكل عام اللي انتم تناقشونها كعضوات. أهم ما يهم المواطن سواء رجل أو امرأة ثلاث قضايا تحديدا: التعليم والصحة والسكن. صحيح. طيب، دوركم انتم كعضوات مجلس الشورى كيف يعني تحاولوا انكم دائما تسهموا في دفع عجلة التنمية في هذه المسارات الثلاث؟ أنا لو أبدأ في أنه كيفية عمل من أول ما دخلنا في مجلس الشورى. نعم. وأصبحنا في اللجان. نعم. فأصبحنا عدد صحيح. نعم. وليس نص. أنا مثلي مثل زميلي، بحيث أنه أعمل في داخل اللجنة ترد لي تقرير وزارة الصحة، وزارة الإسكان، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العمل، وزارة التخطيط، الجميع، وزارة أي وزارة أو أي هيئة، والإعلام أحسنتي، والإعلام، هيئة الأرصاد وحماية البيئة. هذه كلها أنا أقرأها مثلي مثل زميلي. ممتاز. أكيد لدي أنا ملاحظات. نعم. وأنا أمثل الوطن ولست أمثل فقط المرأة. نعم. بدون شك المرأة جزء من الأسرة، وأنا لما أتكلم عن الأسرة إذن أتكلم عن الوطن. صحيح. وأساس الأسرة، و50% من التعداد السكاني امرأة. صحيح. فأنا لما أهتم في المواطن بصورة عامة إذن. نعم. اهتميت بالمرأة، يعني ما اهتم 100%. صحيح. إذن 50% ضمن 100%. صح ولا لا؟ صحيح. فلما أجي أتكلم، لو حتى جيت أتكلم عن يعني أحد المواضيع، كانت قبل فترة بسيطة كان فيه اللي هو من يعملون على بند الساعات واستمروا يعملون مدة طويلة. نعم. صح؟ صحيح. هذه بالنسبة إلى النساء والرجال تعرضوا لها على حد سواء. نعم. الآن في بعضهم قارب على سن التقاعد، أو إنهم أو لما قربوا على سن التقاعد ليس لديهم خدمة تكفي لتقاعدهم، أو يريدون حتى إنهم يتقاعدون ولا لما ظروفهم لا ما وصلوا إلى سن التقاعد. نعم.
فلابد من حل هذه الإشكالية في بعض الاكتساب. ففي الحقيقة بعض الدول يشتري المواطن السنوات يدفع يدفع وبالتالي تحسب له هالخدمة لأنه هو خدم، مجرد أن في خلال هذه الفترة لم تقتص من رواتبه التقاعد. ففي الحقيقة تقدمت في هذه التوصية، هذه التوصية لا تخص المرأة، صحيح تخص المرأة والرجل، المرأة والرجل. ولله الحمد أخذت أصوات يعني كانت عالية جدا، يعني فوق 100 صوت ما شاء الله. فيعني هذا عشان بس أنا بيوض أوضح مثال لما نجي بالنسبة للمرأة. ما المرأة، لا أتكلم عن نفسي وأتكلم عن الجميع، كانت في عندنا مجموعة من الأخوات في الدورة السابقة وأنا كنت ضمن هذا الفريق، وبدأنا نعمل على التقاعد، برنامج التقاعد، نظام التقاعد. وكنا سيدات. هذا لا يعني أنه فقط نظرنا إلى المرأة، نظرنا إلى المرأة والرجل. في بعض اللجان أيضا أو في بعض المشاريع كنا من ضمن الفريق يكون نساء ورجال. فإذا هذا لم أقتص على دور المرأة. أنا لا أقلل من احتياجات المرأة واحتياجات الطفولة واحتياجات، ولكن هذا لا يعني أنه فقط أنا منصبة. أنا عند تعييني في مجلس الشورى أحمل لابد هموم الوطن ككل، فهذه يعني لابد أنها تكون أمام عيني المجتمع بشكل عام وليس فقط نظرة تقليدية ونظرة بحتة. وبعدين هذه ترى العدد أنه 30 امرأة من 150 يعني مو قليل، بحيث أنها فقط أنها تختص فيها. طيب سؤال، أنا أقلب لك السؤال، أنا حسألك الآن تفضل. قبل أن تكون المرأة في مجلس الشورى كانوا زملائنا ما كانوا ينظرون إلى أمور المرأة، شؤون المرأة طبعاً. كانوا ينظرون طبعاً. إذن ليش طبعاً. أنا الآن لما دخل المرأة أرجي وأقول أنه المرأة فقط مسؤولة عن شؤون المرأة صحيح. بس أنا بحاول أنه لمن يطالب بهذا الشيء أو من يقول بهذا الشيء أنا حسأله السؤال بطريقة أخرى. نعم خليني أرجع لك دكتورة فاطمة في نفس السياق. نعم. قبل ما ندخل في سؤال آخر. نعم. هو نفس الرأي، يمكن من أول كانت الأميرة موضي والأميرة سارة عملوا لقاء في جمعية النهضة ابتدائي لنا في يعني مع الجمهور أول ما عيننا في الدورة السابقة، ويعني حتى كانت في أسئلة مازحة من بعض الحاضرات أنه الدفاع عن المرأة وحقوق المرأة، وكان في حدة في الطرح يعني. وأنا لا أنكر أن هناك حقوق كثيرة للمرأة عندنا كما في أي دولة طبعا. تحتاج متابعة وتحتاج، لكن أذكر أني قلت بشكل مازح أنه لا تتخيلوا أنه سنحصر الرجل في زاوية ثم نستهدفه باللكمات، يعني هذه هذه مسألة تبدو سطحية وسخيفة إلى حد كبير. الإشكال أنه بعض إشكالاتنا ربما تكون حل عند نساء وليس عند رجال، هذه واحدة. فيما يخص الجهات الثلاث الأهم اللي هي السكن والاحتياجات الثلاثة والتعليم وأيضا والصحة. في الجانب الصحي يعني قدم الكثير من الزميلات، سواء في اقتراح مشروع للبحث الوطني الصحي، سواء في اقتراح دور للمسنين ومعالجة ممتدة، سواء اقتراح يتعلق بجانب العلاج النفسي. وأنا كنت اقترحت ما يخص، نسمع الآن مسألة فلان فلاني قتل والديه، فلان الفلاني قتل، ونركز على مسألة الاستهداف العقدي أو مناهجنا أو طبعاً. طيب في كثيرين من منسوبي داعش من دول غربية، هذول درسوا على مناهج يعني متشددة، فهذا ظلم للمناهج يعني اللي يتهمها بهذه الطريقة، هناك خلل ما. ولهذا نديت بأن يكون هناك دراسة حقيقية من حتى والله في يوم ما قلت حتى من نجوم الإعلام من بعض المستشارين النفسيين اللي يتسنمون المنابر يعني بشكل غير عادي، أن يوجهوا يمسك هذه الفئة وينظر أين الخلل. لا يعقل مع ما قيل أن هناك استهداف لهم بنوع من المخدرات حتى يستمانوا بنوع من السيطرة أو غسيل المخ، وأنا أسميه يعني ليس غسيل المخ وإنما ما لا أدري توسيخ المخ وليس غسيله باستهدافه حتى ينزعوا منه يعني الإحساس بالولاء للأب والأم ثم يقتل. هناك خلل ما نفسي، هناك ضرورة للاتجاه لهالجانب. في الجانب السكن أنا كثير يعني مهتمة جدا، ولم أزل أرى أنه وزارة الإسكان مخفقة إلى حد كبير، وتعطيل حراك الصندوق التنمية العقارية لم يكن
في كثير مما لا نفهمه حتى الآن منصفا. طبعا كان في رأي وهو حقيقي أنه تعثر أو وجود استحقاقات للصندوق على كثير ممن استفادوا منه ولم يؤدوها عطل الصندوق، لكن ليس بالضرورة عندما يحدث هذا أنا أقتص من الجدد. صحيح. والآن انتهى الأمر وأصبح الصندوق تابع للوزارة بشكل أو بآخر، وهناك آليات منتجات تمويلية. لم أزل أرى أن المواطن يستحق أكثر في هذا الجانب، يستحق وضوح أكثر، يعني أملني أنني وأيضا كمان إرجاء الأمر للبنوك بهذه الطريقة المعمات بشكل أو بآخر. أحد الزملاء قبل يومين أو ثلاثة قال في إحدى التوصيات وقبلت أنه يجب وتبنتها اللجنة أنه يجب أن تمثل وزارة الإسكان المواطنين في مقابل البنوك وليس العكس، لا تكون مجرد جسر أو وسيط. هذا مهم جدا، يعني أن فعلا أن يجد المواطن، وخاصة أنا أقول هؤلاء الذين أعلنت أسماءهم في مجال التعليم. أنا سأتي لك فقط نقاط ولا أريد أستقطع وقت كثير. في مجال التعليم خريجي كليات المجتمع من الفتيات والشباب، هذا المأزق الكبير، يعني 13 سنة تقريبا عندنا ألوف من الخريجين والخريجات. ليس ذنب هؤلاء أن الكليات افتتحت وأنهم قبلوا في الدراسة فيها، ثم الآن يعني يظلون عالقين بلا جدوى. أيضا خريجي الكليات الصحية والذين ليس لهم تصنيف، بعضهم في ماجستير من خارج المملكة ليس له تصنيف في الكادر الأساسي ومعطل أو موجه لتخصص مغاير تماما. كل هذه هذه طبعا يعني بالنسبة لكم أنتم لما تقترحوا أو تضعوا توصيات لتعديل الأنظمة بحيث أنها تقدر أنها تستوعب مثلا هؤلاء الخريجين أو الخريجات أو تشكيل لجان توجد حل ما حتى اقترحنا في مرحلة أنه ممكن دوام جزئي للمعينات مثلا المدرسات، حتى مثلا عندنا المشكلة اللي كانوا على التعليم معينات أصلا إداريات وهم خريجات تربية وتعليم وممكن يدرسون يعني فحرموا. فلما تأتي المدرسة في التكليف تتعب هذه الموظفة بكل شيء، لكن في الميزات المالية لا تصرح فيها يعني ما يحق ما تستحقه كإدارية. وأيضا العاطلات، فقلنا ممكن حل أنه الموظفات المدرسات يصير في عملية دوام جزئي، يعني وهذه بعض الدول تنفذه في يعني دوام من الثامنة إلى مثلا الحادي عشر لقطاع من المدرسات أو الإداريات، ومن الثاني عشر للثانية لقطاع آخر. وأنا على يقين أنه كثيرات بيقبلون بنصف الراتب حتى اللي على رأس العمل الآن، لأنها ستجد وقت أكبر للعناية بالأسرة، وستكون فعلا حتى على أقول لك الاستقرار الأسري، الراحة النفسية مع الحياة الأسرية العادية بشكل عام ستحل الكثير. فإحنا لا نريد أن نضع فقط توصيات أو نطالب بوجود مثالي ونشكل عبء على الدولة وعلى ونرفع سقف التوقعات للمواطن دون أن نوصل إلى بداية حل. مهمة المجلس أن يضيء يعني وأن يضيف وأن يقترح. هو هذا رفع. هذا الدور الرئيسي، يعني زي دائما نقول يعني أنه للأسف الشديد أنه النظرة السائدة أو النظرة العامة أنه كل العبء يقع على عاتق الحكومة، كل العبء كل الضغط على عاتق الحكومة، ولكن أيضا هناك جهات كثيرة يجب أن تكون يدا بيد وأن تعطي طبعا الحلول وتعطي التوصيات وتعطي كل يعني تبذل كل ما في وسعها حتى فعلا يكون هناك. لو سمحتي لي مدام فتحتي هذه النافذة، في كل دول العالم حتى في كثير من الدول العربية رجال الأعمال وسيدات الأعمال في العمل الخيري والعمل التنموي والوطني وجودهم فاعل بشكل لا تتخيلي. في المقابل عندنا للأسف نجد كثير من رؤوس الأموال تسرب وتستثمر عوائدها في دول أخرى. صحيح. يعني قد يكون من منطقة ما دون أن نسمي المناطق، وهناك منطقة أخرى في نفس المملكة قابل أن ينجح فيه مشروعه، لكن يفضل ليحقق أرباح أكثر أن يتجاوز أسوار الوطن ويعمل خارجه. في مقابل يعني لا يطمئن كثيرا، يريد ربح ضخم. أنا طبعا لا أعمم. الآن شوفي أنا أقول لك على حاجة، هو أحيانا للأسف الشديد بأنه التعامل المرن جدا من قبل الحكومة يعني بشكل عام، لما أنا أعطي الشخص الحرية، إحنا اقتصاد مفتوح مثلا بالنسبة لنا كمملكة عربية سعودية، هذا يعتبر نوع من المرونة الكاملة ونوع من إعطاء الحرية، ولكن بالمقابل يجب أن يكون هناك استشعار مسؤولية اجتماعية.
يعني هذا الشيء انت صعب انك تفرضيه على الشخص بقدر ما المفروض انه ينبع على فكرة. وحتى في المجال الخيري يعني الناس التوجه، وأنا ذكرت حتى في مداخلات في زاويتي في اليمامة، الناس التوجه لمسألة بناء المساجد، وهذا شيء رائع ولا أشرف من بيوت الله سبحانه وتعالى. صحيح. لكن في المقابل يجب على الدعاة أن يعزز في الناس فكرة العمل الخيري، وأنه أجره أيضا عظيم. يعني لما أجري في حي ما متواضع وأبني فيه والله مدرسة يحتاجه هذا الحي أكثر، وهو يعني الطلاب فيه يدرسون في مبنى مستأجر، أو في حل أزمة الإسكان. نعم. لما أسهم أنا فيما يسمى بالإسكان الخيري أو التعاوني. نعم. كرجل أعمال وتصرف زكاتي في هذا الجانب. نعم. هذه نعم. توازي المسجد وربما تتفوق عليك أجر. فهذا أيضا يجب أن يكون حتى لا أعفي دعاتنا والنجوم الإعلاميين عندنا في مختلف المجالات في إضاءة أو توجيه الناس لهذا التوجيه. والمجتمع عندنا يعني سواء الموسرين أو حتى المتواضعين، الحمد لله النزعة الدينية موجودة والخير والرغبة في الخير ما شاء الله. يعني دائما العطاء موجود في المجتمع السعودي بالفطرة، تلاقي حتى الشخص اللي زي ما تفضلتي ما عنده ولكن دائما مستعد للبذل والعطاء. دكتورة فردوس، يعني بما أنه حضرتك عضو لجنة هيئة حقوق الإنسان والجهات الرقابية، خليني أنا شوي يعني أسلط الضوء لو سمحتي على لجنة حقوق الإنسان. أنا لي رأي شخصي يعني المفروض ما يكون أطرح آراء شخصية، ولكن هي ملاحظة شخصية. أنا ملاحظة بأنه هيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان نشطت كثيرا بالفترة الأخيرة، ولكن هناك من همس لي بأنه مجلس الشورى كان له أثر في أيضا يعني هذا النوع من النشاط الحراك يعني. فهل هذا فعلا صحيح يعني، أو هناك نوع من الرقابة بما أنه الدور الرقابي، شادين حيلكم رقابيا شوية على هذا الموضوع؟ بالنسبة إلى جمعية حقوق الإنسان لا ترد للمجلس الشورى تقاريرها، هيئة حقوق الإنسان، فإذا عشان نحذفها من هذا. هيئة حقوق الإنسان بالحقيقة متعاونة جدا. نعم. وجميع تقاريرها ترد. قد يكون الحراك اللي حصل أنه تأسيس مجلس لحقوق الإنسان، هذا ممكن من الأمور اللي ساعدت. هي تعمل. نعم. وأيضا دائما يكون لدينا المراقب المستقل والجهات المعنية وأنها تراقب. مع الأسف قد لا يكون لدينا الصوت الواضح الإعلامي، وهذا ينطبق على جميع الأشياء وليس على حقوق الإنسان فقط. فإني أوضح ما هو الوضع اللي موجود عندي أنا في المملكة. يعني لأنه لابد أني أنا أذكر هذا، لما يجي يتكلمون عن أي حالة يأخذون هذه الحالة أو هذا الكلام عن موضوع معين من الجرائد. نعم. من التواصل الاجتماعي، جهات التواصل الاجتماعي. هذا الإعلام قد لا يكون موثق. فالمفروض أنا أرد الحجة بالحجة. أنا وهذا اللي قاعد يحصل في الحقيقة. وعندما يردون وتكون في عندي أنا زيارات لهذه المناطق التي يقال بأن في عندي أنا انتهاك لحقوق الإنسان فيها، ويطلعون على الوضع اللي موجود، الجهات المستقلة تلاحظ أنه الكلام اللي يقال غير صحيح. ولكن هو مجرد إن لاحظنا في الآونة الأخيرة عملية موضوع يعني تزايد إنجاز التعبير، مثلا مسألة العنف الأسري، ولاحظنا أنه ما شاء الله هناك جهود كبيرة وجبارة لهيئة حقوق الإنسان في الحد من هذه الظاهرة. هو تعاون. نعم. تعاون مؤسسات المجتمع المدني مع هيئة حقوق الإنسان في دفع هذه الأمور. يعني كل هذه تعاونت مع بعض في كثير من الهيئات المؤسسات المجتمع المدني في أنها تحارب هذه الانتهاكات. فبالتالي أصبحت عندما تكون الأيدي مع بعض تقدم، فأكيد حيكون في عندي أنا عمل جماعي جيد. لكن ما زلت أنا أذكر أنه ما يقال عن انتهاك لحقوق الإنسان في داخل المملكة ليس فيه مصداقية. وإلى قبل يعني فترة بسيطة كنا نقرأ التقرير ووضعناه في أنه لابد أن يكون في عندي وسائل الإعلام تكون أنا
الإعلام الخارجي والداخلي لابد أن يكون صادق ويتكلم بشفافية ومصداقية عما يحدث. نعم نعم تفضلي. مدام الدكتورة انتهت لي لنقطة مهمة جدا وهي مسألة الإعلام. نعم. وهي ليس فقط من منطلق أني كوني نائب رئيس اللجنة في المجلس، لكن حتى على المستوى قبل أن أكون في المجلس. وممكن مو بس على قصدي الإعلام الداخلي. إيه الخارج. لا أنا الإعلام الخارجي هو الذي ليس لديه مصداقية. طبعاً. هذا أنا مصداقية، أنا ما أتهم الإعلام الداخلي، أنا أتهم الخارجي. نعم. حتى نكون منصفين، ما نستهدف به من حملات خارجية لم يوازه في السنوات القليلة الماضية الرد الجيد، ونكون صادقين إن قلنا أن وزارة الخارجية كانت تقوم بدور الإدارة الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام وليس وزارة الإعلام. لكن في المقابل هناك يعني حراك واعد حاليا، هناك الهيئات اللي استقلت أيضا حتى عن الوزارة بدأت فعلا تؤدي تأتينا يعني تقاريرها مستقلة، سواء هيئة الإعلام المرئي والمسموع، هيئة الإذاعة والتلفزيون، وكالة الأنباء السعودية أيضا، الآن نحن سيأتينا لاحقا الهيئة العامة للثقافة، هيئة عامة للترفيه، كل هذه الإدارات والتخصصات وعلى رأسها وزارة الإعلام مسؤوليتها ليست عادية. واليوم بالمصادفة كنا نناقش أحد تقارير وزارة الإعلام، وكنا حتى علقنا عليه بأنه يعني يعتقد مرحلة سابقة وكان تقرير قديم، واستكفينا فيه بتوصية واحدة. وهناك تقرير آخر 36-37 حيناقش يمكن في الجدول الأيام الأولى من بعد إجازتنا بإذن الله. وبالتالي هنا حتى الأهم ما تتولاه اللجان البرلمانية عندما نذهب ضمن الوفود سواء سيدات أو رجال هو الوقوف عند ما يثار إعلاميا، كيف تصلين للغة، ويجب ألا نكون دائما في لغة دفاع دفاعيين. صحيح. يعني الاعتراف ببعض السلبيات هذا يعني منطق مسؤول جدا. نعم. ثم أيضا عندما تريدين أن تحاجي طرف آخر لا يعرفك تماما، هم يفاجؤون مثلا أنه الانطباع السائد عندهم للمرأة عندنا مع يعني مستلبة الحقوق. صحيح. المرأة. صحيح. يعني بعض، لا أريد أن أسمي بعض الهاشتاجات أو الترندات اللي تخرجت بهذا الجانب للأسف. حتى لا أروج لها. نعم. زيادة. نعم. يفاجؤون عندما لأتي لهم بالرد، الرد الإسلامي هذا هو، وردنا. نعم. الحكومي متوازي مع الرد الإسلامي، يفاجؤون إذا لماذا يعني هذا الإعلام يشن عليكم بهذه الطريقة. نعم. فبالتالي أنا لا أنكر أنه إلى حد ما الوزارة كانت مخفقة، لا أنكر أيضا وربما أؤكد أن الوزارة تحتاج إلى يعني التفاتة يعني أكثر من ناحية حتى الاعتمادات المالية. نعم. في مسألة الإعلام. نعم. خاصة الإعلام الخارجي، وأيضا في جانب آخر وأنا اهتميت فيه بعض حتى وأنا خارج اللجنة وهو تدوير أسماء المثقفين والمثقفات الذين يمثلون المملكة خارج المملكة. صحيح. بعد الاعتزاز والتقدير لكل الأسماء. نعم. السابق واللاحق يعني مجايل لي. نعم. لكن لاحظنا عملية من النمطية، نفس الأسماء نفس حتى في يعني ملتقياتنا الثقافية إن خارجية أو داخلية في أسابيع الثقافية السعودية كلهم رائعون أكيد يستحقون، لكن في الآن أجيال إما أجيال قديمة أغفل عنها كأنها أصبحت ركاما لا يلتفت. نعم. إليه. نعم. وهي لم تزل ثروات حقيقية، أو جيل شاب أيضا لم نعطيه الثقة، ننظر إليه باسترابة يعني. نعم. فنأمل يعني ونطمع. نعم. ونشعر مع بصراحة الرؤية 2030 فيها جوانب كثيرة مبهجة، ونأمل خير إن شاء الله. دكتورة، يمكن أنا لست هنا بصدد أني أدافع عن موقف الإعلام أو وزارة الإعلام كوني أنتمي إلى هذا الصرح الكبير، ولكن أنا رح أقول لك كلمة واحدة. وجودي معك اليوم كإعلامية سعودية لأول مرة على هذه الطاولة ألا يجعلك متفائلة بالإعلام السعودي القادم؟ أنا عضو مؤسسة اليمامة الصحفية، أنا أيضا زميلة لك صح الوصف وشاعرة وكاتبة في هذا المجال، ولكن لما لا نحلم بالكمال؟ نحلم يعني إن شاء الله يعني القادم هذه أجمل. هذه يعني مجرد أني أنا اليوم طبعا مجرد اهتمام معالي وزير الثقافة والإعلام ولا أزكيه الدكتور عواد العواد بالإعلام بشكل عام، بالإعلاميات بالإعلاميين بجيل الشباب والشابات كما تفضلتي، عندنا الآن لدينا في وزارة الإعلام وفي هيئة الإذاعة والتلفزيون حراك غير طبيعي. أعلم. غير طبيعي، يمكن يصلكم بعض الأنباء. أنا كنت اليوم على المنبر ورش عمل تقريبا متواصلة لرفع مستوى المحتوى للنهوض بإعلامنا السعودي كما يليق وكما يجب. حتى لا حد يقارننا في إعلام آخر. حتى تطمئني. نعم. إنه اليوم آخر الجلسة وتأخرت حتى للتقاء بك، كان في ملحوظات جدا قوية من الزملاء على تقرير الوزارة، وقلت في حينها يعني
أبشركم بما سيأتي، وقلت حتى نص الآية سيشفي صدور قوم مؤمنين إن شاء الله. القادم جدا رائع، والسابق ليس سيئا كله حتى من غير الإنصاف كان يعني مسألة سوق عكاظ الآن يعني ما يتم صحيح يعني لدينا كثير من الأمثلة، ولكن للأسف الشديد أنه مثل ما تفضلت هناك بعض الإعلام المغرض، وللأسف الشديد أنه في الآونة الأخيرة ولاحظ كل المشاهدين وكل المتابعين بأن هناك حسابات مغرضة بالآلاف وليس بالمئات حتى، هناك يعني هجمة إعلامية معادية جدا للأسف الشديد. خلينا الآن نرجع لحاجة مهمة جدا ذكرتوها دكتورة فردوس ودكتورة فاطمة، بالنسبة لدور العضوة في مجلس الشورى هو موازي تماما لدور العضو، يعني المرأة مثل الرجل تماما. لو حبيت أسألكم عن تمثيل أو الدور هذا خارجيا على مستوى العلاقات البرلمانية مع الدول الأخرى، كيف التجربة لكليكم؟ تفضل يعني أي واحدة تبدأ في الإجابة. في الحقيقة الالتحاق في اللجان الصداقة البرلمانية هي ليست شرط للعضو، وإنما خيار. وأعتقد أنه جميع الزميلات سواء الزميلات اللي اعتذروا ما كانوا معنا الآن في هذه الدورة أو الحديثين، جميعهم على الأغلب مشتركين في هذه اللجان ويذهبون من ضمن الوفود، أما ذهابا إلى الدول المعنية أو أنهم استقبال. فأي لجنة فيها ممثلة، أما سيدة واحدة أو على الأقل سيدتين ما شاء الله من غير الباقي. لما أجي أتكلم عن تجربتي أنا كشخصية وتجربة زميلاتي، القبول عالي جدا. قد تكون في مفاجأة في بعض الدول، خصوصا لمن لا يعرف بمستوى التعليم الموجود عند المرأة، قدرتها على الحوار، قدرتها على تمثيل المجتمع وليس فقط المرأة. فكانت هذه من الأمور الإيجابية العالية والله الحمد. أيضا عند حضورهم إلى المملكة ومقابلتهم، وكان مو فقط في عيونهم نقرأها حتى من خلال الكلام، احنا يعني مسرورين أن تكون المرأة بهذا المسار والحمد لله. وحتى في البرلمانات، حتى في البرلمانات الأجنبية سواء كان ذهب لهم أو لما يحضرون إلى المجلس، ويلاحظوا أنه على أن لا يقل تمثيل المرأة في مجلس الشورى عن 20%. كلهم كانوا يفاجئوا، لأنهم طبعا نرجع على أساس أنهم كانوا في الانتخابات، في بعضهم لا يوجد حتى إلا سيدة أو سيدتين من 300. فهذا يعني إذن أن المرأة موجودة في مجلس الشورى. ويبدأ في سؤالهم ما هو عملكم؟ هل هو مماثل لعمل زميلكم؟ من هنا يبدأ أنه المقارنة، وفي أنه بالعكس إحنا ممثلين للمجتمع مثلي مثل زميلي، قد لا نمثل المناطق ولكن نمثل المجتمع في قراءة التقارير. فجميع هذه الأشياء أنا أعتقد أنها تعطي صورة إيجابية وحقيقية، تحت حقيقية أكثر من خط، لأنه مو فقط الإيجابية، أنا ما تهمني الإيجابية. صحيح. أنا تهمني أنه شفافة، أكون شفافة وحقيقية في أنه هذا هو وصح ممكنة المرأة. أنا لما تكون المرأة موجودة بهذا العدد في مجلس الشورى أو بهذه النسبة فإنه ممكنة. فعلا في نفس السياق تجربتي، سواء طبعا إحنا حراكنا للسفر أو استقبال، إما يكون ضمن اللجنة البرلمانية الخاصة بك أو أحيانا يسافر معالي الرئيس أو النائب أو المساعد أو أمين المجلس لزيارات أيضا خاصة دولية. فكل هؤلاء القيادات في المجلس يحرصون على وجود سيدات معهم. ممتاز. وأيضا من خلال اللجان طبعا. قد تفاجأ أنه ليس فقط في الدول الأجنبية، حتى في بعض الدول العربية يفاجؤون بمنطق المرأة السعودية وبرؤيتها، وشيء مؤلم فعلا أنه يكون نعود لمسألة أنه في نوع بشكل أو بآخر من التقصير الإعلامي
في أيضا نقطة لا أخفيها وإن كانت يسيرة ولكنها تؤثر، وهذه أرجع للنقطة الأولى، إلى أي مدى يتجرد الإنسان من فردانيته وأناه اللي قبل موقع مسؤولية؟ لأن أنا أرى أي إعلامي أو إعلامية أو مثقف لديه صفحة في تويتر مثلا أو سناب أو لم تعد تمثل فقط نفسك، أي عبارة منك ستؤخذ وتعمم على البلد بأكمله. صحيح. وهو صحيح. قد يكون بحسن نية يقول تعبير صحيح. معين أو تعبير ساخر أو يركز صحيح. على حالة صحيح. متجاوزة خاطئة في المجال سواء المرأة أو الرجل ويسلط الضوء عليها، تجدين الوكالات الأجنبية صحيح. وبعض صحيح. العرب صحيح. وبعض الأسماء اللي مغرضة، ولا أخفيك وقلتها في المجلس ليس بالضرورة، أحيانا للأسف بعض أشقائنا العرب نعم. يستغل هذا الأمر والحسابات التي أشرت إليها صحيح. بالآلاف الآن صحيح. في مختلف المناطق تستهدفنا بضراوة مخيفة صحيح. أنا قلت كثيرا وأقولها الآن، كانوا يعني في نوع من الحقد وأقولها بصراحة من بعض الجهات وهم يظنون بنا ضعفا، فكيف بعد عاصفة الحزم بعد القيادة والقدرة الاستثنائية للحراك القيادي السعودي في التحالفات على المستوى الإسلامي صحيح. على المستوى الدولي في على مكافحة مستوى الإرهاب. في مكافحة الإرهاب عالميا جدا، يعني دور المملكة العربية السعودية عالمي ولا حتى على فكرة ولا محلي المجلس فقط. قبل العام نعم. هنا نظمنا على مستوى دول مجلس التعاون ملتقى كامل عن موضوع مكافحة الإرهاب وتجربة كل دولة من دول المجلس فيه نعم. وأنا كنت في اللجنة الإعلامية فيه، فبالتالي هنا تبدأ مسألة أي أحد حامل قلم أو ينقر على شاشة الكمبيوتر أو في الجوال نعم. لأي مدى كل حرف يجب أن ينتبه، لا نريد تطبيل صحيح. ولا تجميل صحيح. زائف وإنما صحيح. إحساس بالمسؤولية نعم. يعني هذا هو أهم شيء، وإحنا أيضا يعني هذه رسالة مهمة جدا توجهيها دكتورة فاطمة أكيد لكل يعني شخص يمثل أو يكون له تأثير، خلينا نقول كل شخص مؤثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر أي منبر إعلامي، هذا هو الدور الحقيقي اللي هو إحنا مع النقد البناء أكيد، ولكن لابد من عكس الصورة الحقيقية، لا نريد لا تطبيل ولا مبالغة ولا تلميع، نريد الشفافية والصورة الحقيقية للمملكة العربية السعودية، هذا هو المطلوب، وعدم الالتفات طبعا لأي حسابات مريضة، يعني أي شخص يكتب باسم وهمي أو باسم مستعار هذا يكفي تماما بأنه ليس لديه أي نوع من المصداقية، حتى لو كتب يعني حكمة بالغة الأثر، ولكن كونه يتستر وراء اسم مستعار يعني يسمح لي. بدأوا الآن يأخذون أسماء سعودية لقبائل نعم. ويضعونها ويأدون لك حتى للأسف في التعصبات المناطقية يضعون لك هاشتاقات ضد قبيلتين نعم. أو مشجعين ناديين متنافسين أهلي اتحاد هلال نصر، يشتغلون في عملية إثارة الفتنة، يرجع الرقابة التقنية والمعلوماتية عندنا في البلد تجدها في أماكن غريبة في العالم صحيح. فبدأوا يدرسون المجتمع السعودي ويدرسون التجاذبات اللي يمكن تكون هادئة في الإعلام العادي نعم. ويشتغلون عليها، يعني ما أحياناً على باب المزاح للأسف الشديد، أحياناً بعض الهاشتاغات يعني إيه؟ تكون هاشتاغات محترمة ويكون أصحى معروفة، ولكن زي ما تفضلتي مثلاً بعد انتهاء مباراة معينة رياضية أحياناً تكون هناك بعض العبارات على سبيل المزاح، ولكن للأسف الشديد تضخم وتؤخذ رسائل سلبية وتحاك ويعني يقتطف من خلينا نقول سياق. كلمة أو مفردة أو مفردتين نعم. ويحمل عليها تحمل طبعا ويحاك عليها طبعا هاشتاغ آخر وتدخل في إشكالية معينة، ولذلك الكلمة أمانة، يعني مثل ما تفضلتي مهما كان الشخص إعلامي أو غير إعلامي الآن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي جميع الناس إعلاميون تقريبا، يعني إجازة راحت كل شخص يحمل هذا الجهاز الذكي طبعا ويكتب نعم. عبارة ويكتب خبر ويكتب خاطرة أنت مؤمن عليها أمام الله أولا ومن ثم أمام الواجب يعني طبعا تجاه الوطن وتجاه المجتمع. الحقيقة يعني للأسف أخبروني بأن الوقت قارب على الانتهاء، أنا جدا سعيدة بهذا اللقاء اليوم بوجودي تحت هذه القبة، أكيد سعيدة أكثر بوجود كوكبات رائعات من بنات الوطن، الدكتورة فردوس الصالح أستاذة الفيزياء النووية التجريبية وعضو لجنة هيئة حقوق الإنسان والجهات الرقابية في مجلس الشورى، ممتنة لك على وجودك معنا وعلى إضافاتك الجميلة على توضيحك
لآلية عمل هذا المجلس الكريم. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا على إعطائنا هذه الفرصة وعلى حضورك للمجلس واطلاعك على العمل في المجلس والذي يفيد جميع المواطنين في أنه نلقي لهم الضوء على طبيعة العمل اللي نقوم به. شكرا لك. شكرا دكتورة جزيلا. شكرا لك دكتورة فاطمة القرني أيضا نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام. شكرا جزيلا على وجودك. شكرا لك وشاكرة حضورك. شاكرة حضور التلفزيون أيضا وإن شاء الله تكون ختامها مسك الشراكة الإعلامية تكون ختامها مسك لحلقات البرنامج في هذا الموسم. طبعا اليوم مشاهدينا الكرام هذه هي الحلقة الختامية لهذا الموسم. إن شاء الله يتجدد اللقاء في الموسم القادم بعد إجازة الحج. أنا ممتنة لمتابعتكم جميعا ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. اسمحوا لي أن أشكر سعادة مدير قناة السعودية الدكتور محمد بريان على إعطاء هذه الثقة أني أكون متواجدة اليوم في هذه الحلقة. ونلتقي بمشيئة الرحمن الموسم القادم. وأتمنى للمجلس الموقر قضاء إجازة سعيدة بإذن الله. إن شاء الله نلتقي بعد الحج. دمتم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.